تستعرض كما تعودنا المستويات الفنية مع خالد ربابة. أهلا وسهلا فيك أستاذ خالد. يا هلا فيك. يعني بداية أسبوع كانت موفقة، نهاية أسبوع موفقة أيضا. نعم. كان اللون الأخضر هو الطاغي في بورصة عمان اليوم. الكثير من المستجدات على الصعيد الاقتصادي فيما يخص يعني الصفقات وحتى القرارات الحكومية، ولكن النمو الاقتصادي لا يزال يعاني إلى حد ما، ولكن بورصة عمان ما الذي جرى؟ هذا النشاط ما الدافع وراءه؟ نعم، حقيقة إسراء، خمس جلسات إيجابية للمؤشر العام للبورصة، هذه أكبر وتيرة ارتفاع في بورصة عمان منذ نهاية العام الماضي ومنذ بداية هذا العام. الآن مستويات 1839 نقطة، يعني كما أشرنا إسراء ارتفاع متواصل على مدار الأسبوع للمؤشر العام للبورصة وفي بورصة عمان، وجاء أيضا مدفوعا بارتفاع في حجم التداول. تم اختراق مستويات المقاومة 1815 نقطة منذ بداية هذا الأسبوع وبالتزامن، وأدخل الأسعار في موجة صاعدة وصولا إلى مستويات 1839. الآن إسراء بالقرب من مستويات 1843 و45 نقطة بالنسبة للمؤشر العام، وهذا المتوسط المتحرك لخمسين يوم، وفي حالة اختراقه سوف يدخل ويكون هنالك تحول إيجابي في نطاق الأسعار والبورصة. نعم، يعني على المدى على غير المتوسط. العادة، يعني عادة الإغلاق في نهاية الأسبوع يكون في أدنى مستوياته خلال الأسبوع. هذا إسراء جاء مدفوعا نتيجة موجة صاعدة ومدفوعا بحجم تداول، وكما أشرت إسراء كان هنالك بعض يعني الأخبار الإيجابية والمؤشرات الاقتصادية نوعا ما في تحسن، والآن حالة ترقب واضحة لنتائج هل النصف الأول. المتداولين لنقل يعتبرون أن الأجواء أصبحت إيجابية الآن وموسم جديد، هل هناك قطاعات كانت نشطة أكثر من قطاعات يعني أخرى؟ إسراء، إحنا دائما كلما اقتربنا من نهاية العام وكلما اقتربنا من نهاية ربع يكون هنالك تفاعل إيجابيا بالأسعار وتفاؤل بالنتائج المالية للشركات، وخصوصا أن التوزيعات النقدية عن عام 2018 كانت بأعلى مستويات تاريخيا في بورصة عمان، وهي جميع هذه العوامل ربما تكون محفزة. أيضا يعني انخفاض الترابط بين بورصة عمان والأسواق العربية والعالمية والتي تشهد اضطرابات نوعا ما في هذه الأيام، ربما وجه يعني مزيدا من السيولة للبورصة. بورصة عمان هي الأكثر استقرارا يعني ما بين الأسواق الأخرى، وكما تعودنا يعني سيكون هناك مقارنات لأداء بورصة عمان للأسبوع الحالي مع الأسبوع الماضي. لنرى كيف كان الأداء ما بين الأدنى نقطة التي سجلها المؤشر والتي هي 1809 نقاط مقابل أعلى مستوى خلال الجلسات طبعا نتحدث، والتي أغلق عليها اليوم تقريبا 1839 نقطة. ما بين الافتتاح والإغلاق وإغلاق الأسبوع الماضي وإغلاق هذا الأسبوع، كيف ترى الأداء؟ نعم، حقيقة إسراء هذا الشكل يمثل الأداء الأسبوعي لمؤشر بورصة عمان، وكنا أغلقنا في نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى المقاومة 1812 نقطة كما يظهر هنا، والإغلاق اليوم عند أعلى مستوياته كما أشرت إسراء عند مستويات 1839 نقطة، نكون مرتفعين بمقدار 27 نقطة وبنسبة ارتفاع 1.5 النقطة المئوية بالنسبة للمؤشر العام للبورصة. أعلى مستويات وصلناها في جلسة اليوم إسراء عند مستويات 1839 نقطة، وقد تم الإغلاق عند هذا المستوى. هذا يعزز ربما نظرة إيجابية ومزيد من يعني موجة صاعدة ربما تكون في بداية الأسبوع القادم. وعند الافتتاح كنا عند 1812 نقطة، وقد كنا قد هبطنا إلى مستويات 1809 في بداية جلسة الأسبوع الحالي. نعم. ويعني ولكن كان هنالك ارتفاع مستمر يعني وجلسات إيجابية. يعني بعد اللي نقول إغلاق الأسبوع الماضي الذي كان على 1812 نقطة، كان الافتتاح في هذا الأسبوع بأعلى من المستويات التي أغلق عليها. كنا الافتتاح عند مستويات 1812 عند نفس مستوى الإغلاق كان في جلسة الأحد إسراء، كان الافتتاح عند مستويات 1812 نقطة، وقد هبطنا إلى مستويات 1809 وقد تم الارتداد إيجابيا على مدار جلسات الأسبوع. جميل جدا. هل هذا يعني أن هناك نوع من الاستقرار إلى حد ما؟ هل هناك نوع من الثقة للمستثمرين في بورصة عمان إذا ما قورنت في البورصات العربية والأجواء العربية؟ هل يقع ذلك لصالح بورصة عمان؟ حقيقة إسراء لاحظنا يعني انخفاض الارتباط. الآن الارتباط بين بورصة عمان والأسواق العربية والعالمية أو معامل الارتباط هو معامل ارتباط سالب، أي أن البورصة ربما حتى في بعض الأوقات يعني تعكس حركة بالنسبة لحركة أو الاتجاه بالنسبة للبورصة. هذا يعني يعد عامل إيجابي وقد لاحظناه ولمسناه خلال لأكثر من شهرين تقريبا إسراء. جميل.
بالنسبه لبورصه عمان. والان ربما يعني كما اشرنا اسراء اسابيع قليله وسوف يتم الاعلان عن نتائج النصف السنوية. نعم صحيح. يعني بالنسبه لحجم التداول يعني كما ذكرنا هناك كان في مؤشرات ايجابيه بالنسبه للمؤشر وارتفاع نعم. المؤشر، ولكن حجم التداول الى اي مدى كان هناك ايضا تغير ما بين الاسبوع الماضي والاسبوع نعم. الحالي التي يعني يظهر تقريبا اكثر من 10 مليون اكثر من 10 مليون اسراء. لاحظنا ان الاسبوع الحالي 27 مليون دينار مقارنه مع 17 مليون، 10 مليون ارتفاع في حجم التداول باكثر من 50% كنسبة ارتفاع في حجم التداول. جاء الارتفاع إسراء مدعوما بارتفاع الأسعار والمؤشر العام للبورصة، وبالتأكيد هذا يظهر على حجم التداول التراكمي أيضا. صحيح. إذا ما يعني استعرضنا أحجام التداول التراكمية وأيضا من بعدها القيمة السوقية يعني سنأخذها هنا الأحجام التراكمية إسراء ما زلنا أقل تقريبا ب 120 مليون كانخفاض في حجم التداول التراكمي السنوي بالنسبة لبورصة عمان. نعم. ولكن الآن في تصاعدية مستمرة وربما مع نهاية يعني العام الحالي ربما أكثر. نصل إلى نفس المستويات إن لم يكن أكثر بالنسبة لحجم التداول التراكمي. بالنسبة للقيمة السوقية أيضا لبورصة عمان، هل ترى أن هناك تأثر واضح بالنسبة للقيمة السوقية؟ لنرى بالنسبة للأربعاء حتى الأربعاء 12 حزيران نتحدث عن 14 مليار تقريبا و900 مليون. نعم. نتحدث حتى 19 حزيران اللي هو يوم أمس 15 مليار و200 مليون. نعم ارتفاع على أساس أسبوعي إسراء بأكثر من 221 مليون. جميل. وتحسن في القيمة السوقية على أساس أسبوعي وبنسبة ارتفاع بأكثر من 1.5 النقطة المئوية منذ بداية العام. إسراء هبوط تقريبا بنسبة 6%، وإذا ما أخذنا المقارنة على أساس سنوي يكون هنالك هبوط ب 13%. نتأمل أن يكون هذا الزخم يعني يوصلنا إلى مستويات 16 مليار دينار. عادة يعني عندما نقترب من النتائج النصف السنوية نرى أن هناك زخم كبير على الصفقات وعلى التداول بشكل كبير. صحيح. وخاصة بعد إعلان النتائج أيضا تكون هناك مرحلة التوزيعات الأرباح وغيرها، أيضا يكون هناك تركز وتنشط في بورصة. صحيح. هي بالملخص هل من الممكن أن يكون هناك تعديل إلى حد ما بما أنه هناك يعني كلما دائما قليلة. القاعدة كلما اقتربنا من نهاية العام ورب يعني يكون هنالك تحسن في أحجام التداول وزيادة في الزخم، وخصوصا إسراء أود التركيز هنا إلى أن التوزيعات النقدية للشركات المساهمة نعم. العامة كانت في أفضل مستوياتها تاريخيا، والعوائد على الأسهم في بورصة عمان أيضا في أفضل مستوياتها تاريخيا. جميل جدا. نتمنى أن يكون بداية الأسبوع القادم بهذا الأداء وربما أفضل إن شاء يعني الله. خالد ربابع شكرا لوجودك معنا وعطت نهاية أسبوع سعيدة لك كل وعطت نهاية أسبوع سعيدة أيضا لمشاهدينا. ملتقانا يتجدد يوم الأحد القادم في جولة جديدة لبورصة عمان، حتى ذلك اللقاء أترككم في أمان الله.